السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا عارف ان الناس كتير محتارة تشتري موبايل ايه بعد ما شركة ريلمي اعلنت عن تسعير الريلمي 6 برو والريلمي 6، والتعديل اللي حصل في التسعير ده ان هو طلع فجأة لفوق ال 5000 جنيه في النسخة البرو، والنسخة العادية طلعت فوق الـ4، وفي منها نسخة واحدة بس اللي تحت ال 4000 جنيه ب 3800، اللي هي النسخة ال 128 جيجا مع 4 جيجا رام. دي احسن نسخة في الموبايلات، ودي النسخة اللي انا فعلا برشحها لك ان انت تشتريها لو انت كنت ناوي تشتري ال 6 برو. بداية كده انا عايزك تسمع معايا الفيديو للاخر عشان تفهم الدنيا وتاخد برأيي، ولو انت عايز تاخد برأيي وتشتري فتوكل على الله، وهتبقى نصيحة مني مش هتخسر اي حاجة، يعني انا مش هضرك في حاجة. انا عارف ان انت اكيد يعني محوش الفلوس دي عشان تجيب موبايل، واكيد طالع عينيك بيها، فاكيد انا مش هقول لك على حاجة تروح تجيبها وحشة او حتى يكون فيها اي عيوب. فخلينا اقول لك ان في موبايلات كتير نازله اصلا الفتره اللي جايه دي، حتى في منهم السامسونج اي 31 والسامسونج ام 31، دول نازلين في فئه اللي فوق ال 3000 جنيه برضو، يعني هينافسوا مع الريلمي 6 وهينافسوا مع الريدمي نوت 8 برو. نوت 8 برو هينافسوا معاهم في نفس الفئه. فانا هقول لك تشتري ايه. انت كنت عايز تجيب ال 6 برو، كنت عامل حسابك هيعمل مثلا تحت ال 4000 بحاجه بسيطه، يعني مثلا 3800 3900. طب فجاه لقيته فوق ال 5000، كده انت مستحيل تجيبه، لان حرام عليك لو رحت جبت الموبايل ده فوق ال 5000 جنيه، تمام؟ فخليني اقول لك ان الموبايل الريلمي 6 برو والريلمي 6 مفيش فرق بينهم، الفرق بينهم في التصميم بس، ده من البلاستيك ده من الازاز. فانت قدامك نسخه الريلمي 6 العادية، نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام، هتعمل 3800 جنيه. النسخة دي ممتازة جدا 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 ومش هتخسر أي حاجة، نفس المعالج، نفس ساعة البطارية، نفس الشحن السريع، نفس الشاشة 90 هرتز، نفس الاستحواذ، فأنت مش هتبقى خسرت أي حاجة. لو أنت عايز تجيب فعلا، لو كنت هتجيب الريلمي 6 برو، فأنا أرشح لك الريلمي 6. في موبايلات تانية زي الريدمي نوت 8 برو، ولكن انا مش حابب ان انا ارشح لك اي موبايل من شركه شاومي بصراحه، لان انا مش بحب شركه شاومي او بخاف منها، بخاف ان انا ارشح لحد موبايل منها يطلع فيه مشاكل، لان ساعات الموبايل بتاعها او الموبايلات بتاعتها بيبقى فيها عيوب، مثلا شبكه او عيب مثلا الكتابه والتاتش. فانا بخاف ان انا ارشح اي موبايل من شركه شاومي لاي حد واشيل ذنبه، او يكون في عيب واشيل ذنبه. فعشان كده انا بقول لك روح للريلمي 6، هيبقى ممتاز جدا وهتبقى ضحيت بالتصميم مش مشكله، بس فعلا تأثير ريلمي اصلا معروف ان هو بيبقى محترم جدا، مش هتبقى خسرت حاجه. عايز تستنى السامسونج ام 31 والاي 31 هينزلوا الفتره اللي جايه دي، بس برضو كامكانيات الريلمي 6 احسن منهم. انا حبيت بس اقول لك المعلومه دي، الريلمي 6 هينزل، الريلمي 6 والريلمي 6 برو هينزلوا يوم 20 اللي جاي ده، خلاص هاند، فاضل يومين تقريبا، فتقدر تشتريهم على سوق عادي جدا 3800 جنيه. الموبايل ممتاز جدا 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 كسوفت وير، حتى سوفت وير بتاع ريلمي مستقر جدا، وانا ارشح لك اي موبايل من شركة ريلمي وانا مغمض مش هبقى خايف، ماشي؟ التقفيل بتاعهم بيبقى محترم جدا، السوفت وير، الكاميرات فعلا بتاعت الموبايل ممتازة، هي كاميرات الريلمي 6 برو، تمام؟ وحتى الشاشة الاي بي اس ال سي دي نفس اللي في ال 6 برو، ال 90 هرتز اللي في الشاشه برضو نفس اللي في ال 6 برو، تقدر تنزلها ل 60 هرتز. الساعه بتاعت البطاريه هي الشحن السريع هو، فانت مش هتبقى خسرت اي حاجه في الموبايل غير التصميم بس، وفارق فلوس شاسع، يعني من 3800 جنيه ل 6 برو عامل تقريبا 5300، فانت في فرق كبير، في فرق كبير جدا، فرق كبير، حرام ان انت تروح تجيب بيه 6 برو. فنصيحه مني، لو انت كنت هتجيب ال 6 برو، روح هات الريلمي 6 العادي، النسخه اللي بقولك عليها دي ما تعديش ال 4000 جنيه، يعني انت ما تروحش تجيب النسخه اللي هي ازيد من 4000 جنيه، لا هات النسخه اللي تحت ال 4 اللي هي ب 3800، 128 جيجا رام، 128 جيجا مساحه داخليه و4 جيجا رام. دي اللي انا برشحها لك في الفئه السعريه دي من 3000 ل 4000 جنيه، برشح لك النسخه دي، وال 4000 ونص كمان هرشح لك الريلمي 6 تروح تجيبه وانت مغمض عينيك. انا حبيت اعمل الفيديو ده على السريع عشان انا عارف ان في ناس كتير محتاره تشتري موبايل ايه بعد اسعار ريلمي الخرافيه اللي حطيتها دي، واول مره ريلمي تعمل كده اصلا. فاتمنى اكون فدتك باي معلومه، ولو عايز تاخد بنصيحتي وتروح تجيب موبايل جيبه، وبعد ما تجيبه شوف الموبايل وجربه ورد عليا في الكومنتات على اي فيديو وقول لي رايك.
بس ما تنساش تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك أي فيديو جديد وأي فيديو بنزله. أشوفكوا على خير إن شاء الله. سلام.